أنت القرآن ومعناه وعلى جرحك صلى الله. أنت القرآن ومعناه وعلى جرحك صلى الله. وتعالى جبريل نداه الله الله أكبر والله. التطبير في عزاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه إذا لم يضر بالنفس، كما أفتى به المرحوم آية الله الحائر قدس سره، فهو جائز بلا إشكال، بل موجب للأجر والثواب. قلب ولسان لباك وهدفنا وهدفنا حيدا. والله أفلح من طبر، والله أفلح من طبر.